لعبت وتدرجت في ناشئين النادي الاهلي، بدايتك كانت مع الكابتن بدر رجب، بعد كده بعد كده لعبت مع في كباتن ما شاء الله كتير، كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن محمد عمارة وكابتن ياسر رضوان وكابتن فتحي مبروك. فبس وبعد كده تبقى طلعت فيرست تيم وكان عندي الفترة دي مهمة جدا. ازاي بقى، مين اللي شافك ومين اللي طلعك في الفيرست تيم الفريق الاول؟ كان سبحان الله كان عندي رباط صليبي، كان عندك رباط صليبي؟ كان عندي رباط صليبي وكان الجيل بتاع كابتن وائل جمعه وكابتن محمد ابو تريكه كان عندهم منتخب وفوق ما يكملش التقسيمه والتمرين، فبالتالي هيطلعوا اللعيبه ايه؟ هيطلعوا ناشئين حوالي 8 من الناشئين، مميزين. ساعتها مفيش حد بيطلع فوق اصلا، فان انت تطلع تتمرن فوق دي حاجه غير طبيعيه. فقال في 8 هيطلعوا وانا كنت نازل بقالي اسبوع بزرت من رباط الصليب. فانا مين اللي قال بقى ان في 8 هيطلعوا؟ كابتن سيد عبد الحفيظ كابتن كان سيد. حتى لما رجعت بعد الاصابه قال لي ما تخافش وهترجع احسن من الاول وكده، فلما طلعت يا كابتن لسه نازل مش هبقى كويس وكده يعني خليني اطلع وانا واقف على رجلي، قال لي لا اطلع بس مفيش حد اصلا موجود يعني. بس كان كابتن حسام سافر كندا وكابتن علاء مايوب هو اللي اللي واقف ماسك التمرين. ماسك التمرين. اتمرنت اول تمرينه ابتدى بقى ايه لما يعني اتمرنت وكده اتعرفت بقى، كان ساعتها كان موجود كابتن احمد السيد وكابتن حسام عاشور، فابتديت بقى يتخانقوا عليا في التقسيمات بعد اول تقسيمه، فسبحان الله كنت مبسوط جدا بقى. بعد كده كابتن علاء مايوب قال لي انت كنت فين؟ قلت له ده لسه من رباط صليبي بقى لي اسبوع وكده، قال لي طب خلاص انت هتبقى موجود معانا لحد ما يجي كابتن حسام. كان هما نزلوا لعيبه كتيره مننا وخلوا حوالي 2 أو 3 يتمرنوا فوق، انت كنت واحد منهم. كنت انا واحد منهم. بس رجع كابتن حسام لعبت اتمرنت معاه فتره، بعد كده ابتدى لعبنا ماتشات وديه قال لي انت مش هتنزل تاني ناشئين، حتى الماتشات اللي بتاعت الدوري كنت كنتش بتلعب ايه بتنزل، بقى، سرد باك؟ كنت اقف سرد باك. خلاص بقى الباك ليفت ده اتقفل، لا اصل ما فيش حاجه اسمها مفيش باك حد ليفت بيقول لك باك لا ليفت. لا خالص. وكان الوقت ده تحديدا في الفريق الاول الكابتن سيد معوض هو اللي بيلعب. كان سيد معوض كان ما شاء الله هو اللي بيلعب، وكان ساعتها هو جاله اصابه قعدت معاه فتره كبيره، فلعب ساعتها ايمن اشرف وكان بيدخل شويه كابتن شريف عبد الفضيل شويه كابتن احمد السيد، كان عندنا احنا مشكله الفتره دي في في الباك الباك ليفت ليفت. عشان اصابه كابتن سيد. بس وبعد كده قال لي كان عاد معايا قال لي انت هتبقى، كنت انا بلعب الحمد لله منتخب شباب ومنتخب اولمبي، فقال لي انت هتكون سيرد باك النادي الاهلي، فانا هبتدي ادخلك ماتشات واحدة واحدة. واحده واحده كده يعني، هتيجي معايا في ال20 وهتطلع. كان في ظل بقى وجود مين السردباكات في الوقت ده؟ كان